بسم الله الرحمن الرحيم. الآن أنا كنت في سيرة حديث الغداء والتواصل الاجتماعي، وطرح اسم النجم فتحي كميل عبورا وسط الجمل، لكن كصحفي أحمل إرثا كرويا جميلا، لا يجوز أن أنسى سيرة هذا اللاعب الفلتة، لا يجوز أن أتغاضى عن هذا النجم، لا يجوز أن أغمض عيني وأسكر إذني عن تاريخ هذا اللاعب. هذا اللاعب الفلتة، سمي الفلتة ليش؟ بدايته بمنطقة، طبعا هو كان بمدرسة بالعمرية، والاكتشف الكابتن الكبير مدرس الرياضة أعتقد أحمد البصري، ودى نادي التضامن، لفت أنظار الكابتن المصري عادل الجزار، لكن كان الولد صغير وما يقدر يقاوم، كان عبارة عن عود شبريت ما يقدر يقاوم وسط القوة الجسمانية لبعض الإخوان. فعادل الجزار الله يرحمه، البورسعيدي صاحب النظرة الثاقبة، قال اللعيب ده أنا أتحمل مسؤوليته، حيجي منه حاجة ما حد شافها. طبعا اللي بالنادي مستغربين يعني هذا التركيز على فتحي كميل، وخاصة كان عندهم أيامها نجم الكرة المصرية الكابتن الكبير محسن صالح. الأيام ما أثبتت شيء في وقت سريع عن هذا اللاعب. ففي إحدى المباريات أتذكر أنه نادي التضامن خسر من القادسية 7-0، كان محسن صالح طلب من المدرب أنه يشرك فتحي كميل، لأنه هو أيضا يرى فيه النجم الجهبذ. بعد هاي الخسارة نادي التضامن درجة ثانية ويخسر من القادسية في مباراة كاس 7-0 أو 6-0، فتحي زعل وترك النادي وراح، لأن عادل الجزار ومحسن صالح أصروا على التمسك في هذا اللاعب. راحوا للبيت ويابوا النادي وخلوه يستمر، بدأ يبرز بمهاراته الفنية الغريبة. لكن نقطة التحول كانت في مباريات كأس الأمير أو بطولة الدرجة الثانية، أعتقد كأس الأمير مع نادي اليرموك، وفاز فيها التضامن 3-2، وفتحي كميل جاب هدفين بالهواء، هو طاير بالهواء بريلة ثنتين دبل كيك على الجنب، أصبح الهدفين حديث الصحافة في ذاك الوقت. فراحوا يشوفونه الناس من اللي كتبوا عنه بالجرائد. الآن فتحي كميل شاف المدرب بروشيتش، حاول أنه يقتنع فيه، يبدو أنه ما اقتنع لأنه ضعيف وما يقدر يعطي في المباريات الرسمية، وهذا سر من أسرار الإداري الفذ في كرة القدم. عبد العزيز المخلد الله يشافي قال لبروشيتش اليوغوسلافي المعروف، اللي هو بالمناسبة ثاني مدرب أجنبي بالكويت، كان الأول النمساوي ريمون دوبونوفسكي، بعدين بروشيتش، بعدين وراء المصري عبد صالح الوحش اللي كان مفتش تربية بدنية في وزارة التربية، درب منتخب الكويت في 60.
بس بروشيتش رجع مرة ثانية للكويت في السبعينات، ففرض عليه المخلد أنه يختاره للتصفيات، لتصفيات كأس العالم 74 في آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 74 اللي في ألمانيا. بروشيتش رفض، أصر عليه المخلد أنه يجيبه، ما يابه. في إحدى التدريبات تعور اللاعب الفذ، لاعب الوسط الفذ والحكم الدولي الفذ جواد عاشور، إصابة جايدة، فحاول بروشيتش يسكر مكان جواد عاشور بفتحي كميل، مع أنه فتحي مهاجم جناح أيمن سريع خطير، وجواد عاشور لاعب وسط. المهم اختاروا فتحي بضغوط من عبد العزيز المخلد ومحبوب جمعة نجم الدفاع. يبدو أن بروشيتش كان عنصري، بس احنا ما ندري، لأنه هذيلي سمر ما يبي أخذ المنتخب. طبعا أنا أمزح، بس مجرد أن كل اللي يمزح في زمان معاه وكان يرفض هالكلام. فلما تم اختيار فتحي راح المنتخب لعب في طهران في التصفيات 72، وهذه التصفيات ما قدروا يروحون نجوم الكرة المعروفين، جاسم يعقوب، فاروق إبراهيم، كذا لاعب، لأنه كان في امتحانات الثانوية العامة وامتحانات الجامعة شهر 5، ما قدروا يروحون. فقرر بروشيتش إشراك فتحي كميل ضد إيران، وللعلم لم نكن قد سجلنا أي هدف ضد إيران، وكان حارس مرمى إيران الأساسي الرائع، أفضل حارس مرمى في آسيا، اسمه ناصر حجازي. أول ما لعب فتحي كميل في ظل غياب نجوم الكرة الكويتية جاسم وفاروق ذيلي مع منتخب إيران، هو الذي سجل الهدف الأول في تاريخ الكرة الكويتية في مرمى إيران. بلشت الأنظار تتجه إلى هذا اللاعب فتحي كميل. كرة ضرب حلوة للاعب رقم 10، مع 10 ضرب ويرجعها لعبد الله عيسى، عبد الله مع 10 علي، علي عبد الله، علي اسمه جاسم، حط براسه فتح مكانه، حط براسه أي متابع لكرة القدم الخليجية والعربية والأسيوية منذ السبعينيات لابد أن يكون قد مر به اسم اللاعب الكويتي السابق الشهير فتحي كميل، أو كما يعشق محبوه عليه الفارس الأسمر، وهو من مواليد عام 1955، وكان أحد العلامات البارزة والمميزة في الجيل الذهبي لكرة القدم الكويتية التي حقق العديد من بطولات كأس الخليج، بالإضافة إلى لقب كأس آسيا في العام 1980 بالكويت، والتأهل لمونديال كأس العالم بإسبانيا 82، وكان له دور كبير في بلوغ الكويت منافسات كرة القدم في أولمبياد موسكو لعام 1980 لأول مرة، كما حقق إنجازاً شخصياً في كأس آسيا 76، إذ كان هدافاً للبطولة بثلاثة أهداف. يا خالد سعد عاد يعطيها جاسم يعقوب، جاسم كره مع عبد الملا، يعطيها فتحي كميل، يعني بيحتفل بيحتفل جول 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 جول. وهو يتميز بالمراوغة السهلة وبسرعة فائقة بالكرة قلما نجدها مع أي لاعب في الوقت الجاري، وكان آخر مشوار دولي لفتح كميل في العام 84، واعتزاله الكرة بشكل نهائي تم في عام 87. خير رايه وبيعدي فتحي من واحد، بيعدي من الثاني فتحي كميل، انما يقطعها منه المدافع توصل زي مره ثانيه، بيعدي فتحي جوله فتحي عاد. منو هاللاعب ومنو نادي التضامن؟ شلون طلع ما شلون طلع؟ حلقة الجاية
نقول لكم شنو فتحي كميل. تحياتي.